ولم يستطع العباس صبرا بعد قتل أهله وأخوته وأولاد أخيه، وكان آخر من بقي مع الحسين، فاستأذن الحسين عليه السلام. يلا كأنما يوم العاشر، خلنا نقرأ لك الأوراد ومصيبة. يا الله هذا مقتل أبو فاضل، يلا حضر حاجتك. قال يا أخي أنت صاحب لوائي، قال يا أخي أنت صاحب لوائي. فقال العباس قد ضاق صدري وأريد أن أخذ ثأري من هؤلاء المنافقين. قال الحسين إذن فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. فذهب العباس إلى القوم ووعظهم وحذرهم غضب الجبار، فلم ينفع، فرجع إلى الحسين يخبره، فسمع الأطفال ينادون العطش العطش، فركب جواده وأخذ القربة وقصد الفرات، فأحاط به 4000 فارس ورموه بالنبال، فلم يعبأ بجمعهم ولا راعته كثرتهم، فكشفهم عن المشرع ودخل إلى الماء واغترف غرفة، فتذكر عطش الحسين فرمى الماء وقال يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني، هذا الحسين وارث المنوني وتشربين بارد المعين، أنا شلون أشرب قبل أخويا حسين عطشان وسكنة والحرم وأطفال رضعا. آخ وظن قلب العليل التهب نيران، يا ريت الماي بعد لا حل وما. ثم ملأ القربة وتوجه نحو المخيم، فأخذ عليه الطريق وجعل يضرب فيهم وهو يقول لا أرهب الموت إذا الموت زقى، حتى أوارى في المصاليت لقى، إني أنا العباس أبدو بالسقى ولا أهاب الموت يوم الملتقى. قالوا لهم ما يحكم، إذا وصلت القربة إلى أطفال الحسين ترى ما تمتاز ميمنتكم على ميسرتكم، بس يشربون الماء. فكمن له زيد بن الرقاد من وراء نخله، وعاونه حكيم بن الطفيل التنبتي، فضربه على يمينه فبراها وأخذ السيف بشماله وهو يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق يقيني، لجل النبي الطاهر الأمين. فكمن له حكيم ابن الطفيل من وراء نخلة بالغدر فضربوه على شماله فقطعها، فضربه على شماله فقطعها، فضم اللواء إلى صدره. كل هم يا أبويا ويوصل القربة الزينة بالسكينة هناك، الأطفال كلها تنتظر، يقولون سكينة قاعدة تهز مهد عبد الله، تقول يا عبد الله لا تبكي بعد، عمك العباس ما يخلف وعد. يا ابوي ابكي على ابو فاضل،
ويا عمك عمك العباس ما يخلف وعد ساعة وإجانا بجبر جربته تبشر. أويلي فتكاثروا عليه وأتته السهام كالمطار فأصاب القربة سهم فأريق ماؤها. وحقك أبو فاضل عين على القربة إذا أصابت القربة بعد شي يسوي هو يستحي بعد. وأصاب سهم لا ويلا ويلا. يقولون هذا ابن سيبويه هذا قبل الشيخ الدكتور الوائل عمره 70-90 سنة كان ينعى الحسين على المنبر. اجت الزهراء بالرؤيا قالت له انا بعد ما احضر مجالسك ابن سيبويه. قالها ليش؟ قالت له شلون تقول اصاب سهم عين ابا الفضل؟ قالت له عين ابو فاضل هاي هواية احبها اني، هاي العين لطهلة ما بارت زينة. وسام أصاب صدره وضرب رجل بالعمود على رأسه. 35 سنة ما صايح أخي حسين. فعندما سقط صاح عليك من السلام أخي يا أبا عبد الله. والله ما عنده مهجة قرية يا حسين. تعنى يا تعنى من الخيام للعلق محزن بو حزين 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 يصيح بصوت يعضد وقعت ويا اخويا. خويا بعد ما شوف درب يا ضوى العين العين خويا العين كله بعين الكون كله بعين يظلم. خويا من صاب راسك ومن صاب جودك خويا ابو فاضل زمانهم يعود. يقولون جلس يم رأس ابا الفضل العباس ابو فاضل ما يشوف عين جمد عليها الدم. ومعذرة من الزهراء سامحين مولاتي عين نبت بي السام وما يشوف والعمود براسه مقطعا اربا اربا. احس رجل يم رأسه قال اقسم عليك بفاطمة الا ما امهلتني فواق ناقة. عندما سمع باسم الزهراء بكى. قال له الحسين ماذا تصنع بها؟ قال له حتى يأتي إلي ابن والدي أودعه وأودعني. قل له أنا أخوك عد راسك يا أخوي. أخوي أخوان 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 أنا وعباس جنة شلون أخوان. أخوي الإحنان 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 راحت بعد قعدات الإحنان. قال له أنا أخوك أنا ابن والدك. ثنى ركبتيه. يقولون شال راس أبو فاضل خلاه بحجرة. العباس يشيل راسه يخليه بالتراب. الحسين يشيل راس العباس يخليه بحجرة. أبو فاضل يشيل راسه يخليه بالتراب. يقول له أخويا ليش تسوي؟ يقول له أبو علي بعد ساعة ظل وحدك يا ولي خلي راسك بحجرة. أبو علي بعد شوية وحدك. قال أخي عباس دعني أحملك إلى المخيم. قال له واعد تسكن بالماء أنا ما أقدر سكينة تنتظر هناك. قال أخي
حسين خلينا بمجاني، قل ليش يا زارت زمان، يقول له واحد تسكنة تراني تراني خويا مستحمنا ومقدار مقدار خويا ما دريت لنك رمية رمية خويا وبرج واحد تسقيها امي. يقولون لهناك خمدة أنفاس أبا الفضل، تحرك حركة رفس رفسة قوية إلى أن فارقت روحه الدنيا، رحم الله من نادى وعباسا، أي رحم الله من نادى وزينبا. العلويات كلها تنتظر هناك بالخيمة، يردن يشوفن شن الخبر. اجى الحسين محدودة بالظهر، مخلي ايده على خاصرته وينادي الآن قلت حيلتي، الآن انكسر ظهري خويا. يقولون جت سكينة، هاي الرواية يقولون ما حاشاها زينب، ما حاشاها وين راح الخيمة ابو فاضل، سحب العمود سقطت الخيمة، يعني ابو يعني يا زينب راح اموت. صاعد واخاه وعباشاه ارادت ان تخرج، قال لها زينب لا تشمتي بنا الاعداء خويا رجعي. صاعد خويا اشوفه 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 خويا ودني لخير تشوفه، قال لي يا زينب ينصدع قلبك بشوفه بشوفه خويا السهم بالعين ومقطعه. ظلت حسرة بقلب زينب، ما طلعت للعباس وشافته، لكن طلعت يمته إلى عندما جن علي الليل، طلعت لليلة الحادى عشر من المحرم، شافت الجفوف مقطعة وشافت لا قعد ولا كراس العمود فاضغ الرأس، كأني بالعباس يقلها خويا لا تعتبين لا تعتبين خويا علينا يا خويا لا تعتبين خويا لا تكسرين لا تكسرين تكسرين يا خويا للخواطر لا تكسرين خويا عباس وحسين عباس وحسين عباس وحسين يا زينب تدرين بقلب عباس وحسين خويا حنينين 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 اش كثر خويا على خيته بحنينين. قالت لأخويا لا زعلون لا زعلون لا زعلون يا أخويا لو عاتبتكم لا زعلون أخويا ما أنا غريبة ما أنا غريبة أخويا ما أنا غريبة وثجيل الحمل تدرون تدرون خويا تقعدون 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 حسبالي بنعتب يا خويا تقعدون. أبا الفضل يا من أسس الفضل والإبا، هاي ليلة باب الحوائج إلى الله. قلنا باب أمير المؤمنين مسلم بن عقيل، أما باب الحسين هو أبا الفضل العباس. هاي الدموع إن شاء الله ذخر إلي وإلك
من هناك يسألون المنكران، ها؟ قل له أنا حاضر مأتم الحسين وقريت وبكيت ونعيت أبو فاضل، مو هذاك اللي أرعب سؤال منكر ونكير، وإذا بشخص يأخذ السجل مال توقعه قالهم رفقا بهذا العبد، من أنت ذكرتني بهاي الوحشة؟ أنا أهلي عافوني، زوجتي عافتني، أموالي كل شيء، وحقك بس الكفن والعمل. قال له أنت ذكرتني في الدنيا وأنا ذكرتك في وحشتك. منو؟ قال له أنت مو بس ذكرتني، أنت ذكرتني وبكيت علي. أنا الحسين، أنا اللي ذب عاشور ذبحونا عطشان، وقصي من التجمال واسند شمالي.